العلاقات الجزائرية الإماراتية كانت دائما متميزة بالجودة، وطبعا هناك يعني هناك بعض المآخذ على استمرارية التنسيق في عدة مجالات، ونتمنى إن شاء الله عن طريق مجلس التنسيق أن يجتمع في القريب العاجل من أجل الدفع بها مستوى هذه العلاقات إلى الأمام، وهو مستوى يجب أن نصل إليه في الأسابيع والأشهر المقبلة بتبني مقاربة شاملة جديدة في هذه العلاقات التي هي بالمناسبة ثرية على المجال الاقتصادي ومجال التبادلات التجارية، ولكن نتمنى أن نمضي بها في آفاق جديدة وآفاق تخدم شعبي البلدين.